السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس؟ في هذا الفيديو راح نوريكم حل تاع واحد المشكل الكثير من الناس يعانوا منه، الا وهو الرائحه الكريهه المنبعثه من مكيفات السيارات. كيتقدام لا كليماتيزاسيون المكيف كيقدام يبدا يخرج واحد الرائحه كريهه، هي جايه من هذايا ليفابوراتور. هذا ليفابوراتور هذا مع الوقت يتربوا فيه البكتيريا. حنا هنا واش درنا هذيك اليو طروا، نحينا بوطاغون باش تسهلنا العمليه، نحينا الفيدرا بيطاك، وهنايا درنا دخلنا لهنا وين كان ليفابوراتور. استعملنا هذا البرودوي هذا، بخرنا به كيما دوكا راكم تشوفوا هنا، هنا هكذا. وشنو لازم تروحوا هكذا، لازم ترموا هذا البرودوي داخل فوق ليفابوراتور. ماكوش يدير هذا البرودوي هذا، ياكل هذا البرودوي، ياكل هذاك الخماج هذاك ويحبطو من تحت. هاو الريزولتا، هاو ليك الريزولتا. هذا ليفابوراتور كان كاع موسخ، شوفوا هنايا واش دار هذا البرودوي، يتغلغل داخل ليفابوراتور وين هذاك الوسخ هذاك ياكلو ما كيخرج من تحت. هاليك اسم هذا البرودوي هذا، ينقي الخماج هذاك، ياكل الخماج اللي داخل ليفابوراتور وينقي، ينحي البكتيريا، يعني ينقي لكم لا كليماتيزاسيون. دوك حنا مازال ما كملناش، وشنو كيما قلت لكم، تبخروا داخل في باري هنا، ديروا هنا تبخروا داخل وسمو، ديروا البرودوي داخل فوق ليفابوراتور، لازم تجي اون كوش تاع صابون فوق ليفابوراتور، ومن بعد تمشيو لا كليماتيزاسيون، تمشيوها تخليها الدور باش هذاك البرودوي هذاك يمشي داخل ليفابوراتور. هذا كل شيء، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.